La vamos a cerrar. Esa mezquita. La vamos a cerrar. La vamos a cerrar. Esa mezquita la vamos a cerrar. هاد المسجد غادي نشدوه. وهنا إسبانيا كريستيانا إنوس مسلمان. مسلمانة إسبانيا كريستيانا إنوس مسلمانة إسبانيا كريستيانا إنوس مسلمانة إسبانيا كريستيانا إنوس مسلمانة. وكذلك إنسولتوس قلوا إحنا سب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. علي هادشي كله مالي كما غادي تسمعوا معايا هنا في هذا الفيديو بسبب يعني جريمه يعني اقدم عليها مغاربه الشاب الاسباني اللي كان تقدمه بالتعازي الحاره للاسره ديال هذا الشاب. لكن من هنا يعني كيبان على انه يعني العداء كل مره كيتزاد، والسبب هو يعني وبنسبة كبيرة هاد الأحزاب اليمينية المتطرفة والأتباع ديالها اللي الأغلبية ديال الأخبار ديالهم على المهاجرين يعني كلها أكاذيب أكاذيب الأغلبية 90%. كما غادي نخليكم مع هاد الفيديو ديال بورتافوز ديال الحزب الأخضر ديال الناطق الرسمي ديال الحزب الأخضر والجواب ديال وزير الداخلية الإسباني راندي مارلاس. في último caso hay varios sospechosos marroquíes que ya están puestos en libertad. El joven que fue asesinado en Barcelona estaba tratando de evitar un robo y el que fue degollado en Gata lo fue por defender a una niña del acoso de esos marroquíes. Que existe una correlación entre el aumento de la inmigración ilegal y el aumento de la criminalidad. El 49% de los autores de asesinatos a mujeres eran extranjeros. Ni vamos a permitir que ustedes nos obliguen a convivir con esta lacra que nos está robando nuestros barrios. Siempre les digo una semana más creando alarma social. يعني هاد الناس ما كيعياوش يعني ما يخلقوا في البولوس يعني في الاكاذيب اكاذيب وكيعطيو ارقام كاذبه وبزاف ديال المرات خرجوا صحفيين كيصحوا لهم وكيكذبوا لهم داكشي. يعني هاد الحزب هذا الاستراتيجيه ديالو وهو انه يعني يطلع بالمهاجرين. ومن هاد يعني العبارات كيبينوا على ان العدو الاول ديالهم وهو الاسلام. يعني هاد المجموعه من الاسبان يطالبون يعني بغلق المسجد. ما عرفتش انا يعني العلاقه ديال ان مغاربه يعني قاموا بهاد الجريمه بقفل المسجد. شنو احنا مجموعه من الجرائم اللي ارتكبوها اسبان في حق المغاربه اخرها ديال طرقونا قبل منها ديال التاكسيستا قبل منها ديال التاكسيستا ديال مالاغا ديال ليريدا ديال مجموعه من المغاربه يعني وكيبقى يعني الصالح والطالح موجود في كل مكان وزمان. انا ما عرفتش علاش هاد الناس يعني سيمبري نوسميتين ان الميزمو ساكو يعني دائما في ما كانت شي مشكل عندها او شي مغربي عمل شي مشكل. وهذا كذلك عنده علاقه حتى الاعلام الرسمي دائما في ما كانت شي حاجه سلبيه وديما كنهضر على هادشي في ما كانت شي حاجه سلبيه دائما كيذكروا الجنسيه يعني ديال الفاعل ومي كتكون الايجابيات ما كيذكروهاش او في حاله اذا ذكروها ولو انه يعني كيكون مغربي عنده دوبلي ناسيوناليزات في ذاك الساعه كيتسمى انه اسباني. ولكن في حاله ان كانت سرقه او جريمه او اعتراض الى اخره فكيتسمى مغربي. وهذا بيدو عنده واحد النسبه كبيره يعني في الكثره ديال هذا الكراهيه يعني تجاه المغاربه. ما عرفتش انا وكاننا المغاربه الوحيدين المهاجرين المتواجدين في اسبانيا بالرغم من ان المغاربه يعني دائما في الضمان الاجتماعي يحتلون المراتب الاولى. مالي وكاين بزاف ديال المواضيع اللي عندها علاقه بهذا الموضوع. المهم الخوت عطينا اللايكات ديالكم وشوفوا يعني فيديوهات قصيره ونمشيو للتفاصيل. وهذا هو السبب حتى انا اذا لقيتوني في مجموعه من الفيديوهات والمواضيع ديالي كنهضر يعني على اسبانيا انها تغيرت بزاف. فحتى يعني هذا النوع ديال المشاكل فحتى هي يعني عندها سبب كبير. المهم الخوت كما العاده ما تنساوش اللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء
ونشوفوا يعني هذه المجموعه ديال الاسبان الذين يطالبون يعني بقفل يعني المساجد وكيقولوا غادي يقفلوا المساجد. واسبانيا حتى هنا في طنجه يعني كاينه مجموعه من الكنائس ديال اسبانيا وفي شوارع يعني رئيسيه كبيره سواء مثلا هنا بالشمال سواء لا في طنجه لا في تطوان كذلك في العرائش كاينه كنائس عاديه ما كاين حتى شي مشكل رغم ما كتكون يعني خلافات كتكون مشاكل هذا ولكن ما عمرنا يعني كنخلطوا يعني مسائل اجتماعيه بالدينيه. ما عرفت انا هو السبب اللي يعني هاد الناس انا ما عرفتش السبب ديال انهم يعني قاموا بهذا الجريمه علاش لهذا الشاب الاسباني كاين مجموعه من المقالات ولكن ما عرفت انا السؤال اللي كنطرحه عليكم حتى نتوما ما علاقه ان هاد يعني المجرمين ارتكبوا هاد الجريمه بقفل يعني المساجد وكان المساجد يعني هي من يعني حرضت هؤلاء المجرمين يعني باش يقوموا بهاد الجريمه يعني علاش كنخلطوا الامور او لكن ايادي خفيه من وراء هاد المظاهرات وهاد الخرجات يعني بقينا كنشوفوا يعني بزاف ديال الاسبان مؤخرا انهم يعني ضد الديانه الاسلاميه. لايكات ديالكم ونمشيو للتفاصيل. del bulo y la mentira su única forma de hacer política. Pero le diré, el dato como usted quiere, el dato mata relato. La seguridad únicamente preocupa a un 4% de los españoles. Sí, solo 4 de cada 100 ciudadanos está preocupado por la seguridad. España es hoy uno de los países más seguros del mundo y también en Europa. Mucho más seguro que Italia, que Francia, que Alemania, que el Reino Unido. Mire los... ¡La vamos a cerrar! ¡Esa mezquita! ¡La vamos a cerrar! ¡La vamos a cerrar! ¡Esa mezquita! ¡La vamos a cerrar! ¡La musulmana! ¡España cristiana! ¡Y no la musulmana! ¡España cristiana! كما سمعتوا اخوتي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان السلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع. هذه كانت البورتابوس ديال الحزب الاخضر مالي عن اليمين المتطرف يعني دائما ديسكورسيونيز ديالهم دائما الخرجات ديالهم التصريحات ديالهم الخطابات ديالهم دائما ضد المهاجرين ولكن بدرجه اولى يعني ضد المغاربه دائما يعني كاين اكاذيب مجموعه ديال الخرجات ديالهم كلها اكاذيب بواحد النسبه كبيره. هنا كان الجواب ديال غراندي مارلاسكا اللي هو وزير الداخليه الاسباني اللي كيصحح هاد المغالطات ديال هاد السيده وهاد الناس يعني ما خلاو ما هاجموا وطالبوا يعني باش يسحبوا الجنسيه من الجاليات المسلمه اللي الاغلبيه ديالهم هي يعني مغربيه مقيمه بديال اسبانيا وهذا هو السبب اللي خلانا يعني دائما يعني كنلاحظوا هذا الشيء بزاف حتى الاعلام الرسمي الاسباني يعني انتم كتشوفوا الخرجات ديالو ما كتكونش توضيحات يعني كنشوفوا خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعه من الفيديوهات اللي يعني كتخلق وكتكثر يعني من الكراهيه الحقد والكراهيه تجاه الجاليه المغربيه. الموضوع ديال اليوم وهو المطالبة ديال الإسبان أو ديال مجموعة من الإسبان بإغلاق مسجد السلام المتواجد بأليكانتي والسبب هو الجريمة اللي كانوا يعني السبب فيها يعني مغاربة اللي قاموا يعني بتصفية أحد شباب الإسبان اللي كانت قدموا بتعازي الحارة يعني العائلة ديال هذا الشاب. الأسباب يعني ما معروفاش ولكن يعني هاد الناس ناضوا يعني هاد المجرمين اللي قاموا بهذا الفعل يعني كيمثلوا يعني نفسهم ما كيمثلوش جميع المغاربه ماشي جميع المغاربه يعني هما هاد الناس هادو اللي قاموا بهاد الجريمه فالمغاربه يتبرؤون منهم وحنا دائما نطالب باقصى العقوبات يعني بحق اي واحد يعني خالف القوانين او قام باعتداء سواء كان كما بغى يكون الاعتداء جسدي جي الى اخره يعني احنا نطالب وخرجنا في مظاهرات يعني ضد هاد الناس هادو اللي ما كيحترموش وكيخالفوا القوانين وكيتعدوا على عباد الله سواء كانوا يعني مغاربه او من جميع الجنسيات وراه كاين فيديوهات ديالنا يعني كنددوا بهاد الافعال الاجراميه. اذا السؤال مطروح يعني علاش كيخلطونا احنا كاملين علاش شنو عملت لهم المسجد شنو عمل المسجد لهاد الناس هادو واش تفهمنا
يعني شنو نوع من هاد الناس هادو؟ انا باش تعرفوا ان الموضوع لا علاقه، لان شوف الصالح والطالح راه كاين في كل مكان، كل مكان سواء في اسبانيا او غير اسبانيا، غتلقى ناس مزيانين والناس خايبين، والاجرام راه متواجد في كل مكان، واش تفهمنا؟ ولكن ما علاقه المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يعني والديانه الاسلاميه ما علاقتها بهذا الشيء هذا؟ واش تفهمنا الخوت؟ يعني هذا الشيء هذا اللي خلاني حتى انا يعني اسبانيا الصراحه ما كانتش هايده، ما كانتش هايده، ولكن السبب اللي خلى يعني الاسبان او نسبه من الاسبان يرجعوا هايده، وهو هذه الاحزاب اليمينيه المعاديه للمغرب والمغاربه، ودائما يعني الخرجات والخطابات ديالهم هانتوما كتشوفوهم، وبقاو كيخرجوا باكاذيب، حتى الاتباع ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي بقاو كيخرجوا مجموعه ديال البولوس عن المغاربه، ما كيخدموش، كيتخلصوا المساعدات، كيفعلوا كي هذا، وكاننا يعني الوحيدين، وكان يعني المغاربه اللي كيقوموا بهذه الافعال هم الوحيدين. فراه كاين من جميع الجنسيات حتى اسبان، وكاين يعني مغاربه يعني اللي سالوا معاهم يعني اسبان ومن جنسيات اخرى، واش حتى حنا نوضوا نعتوا جميع الاسبان ولا هذا؟ فلا الاخوان. المهم انا ما نطولش عليكم بزاف، هذا كان كتوضيح بسيط الاحداث اللي كتوقع في اسبانيا. انا ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.